مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تناولته مع إيمان 26 سنة المستجدات جديدة في الموضوع، كتعلق بالاتصال الثاني اللي كان بين فاتحة لغيرة الرأي ديالها وإيمان. لما نتكلم على فاتحة اللي تنوي الرأي العام أكثر، نتكلم على الأم البيولوجية اللي وعدت إيمان أنه بعد رمضان إلى بغى الله عز وجل غادي يكون اللقاء ديالها بإيمان. في الختم في الفيديو السابق أشرت لمجموعة من النقط في الموضوع وتكلمت على حبيبة. حبيبة قبل دازت معنا فيديوهات شافوها عدد كبير من المغاربة، تعتبر هي الأم ديال إيمان، ولكن أسرار وحقائق ومعطيات ما عمرنا تناولناها، وشي أشياء عاد قالتهم لي حبيبة في الموضوع. مشاهدينا الكرام، إيمان ما كتمشاش، وعدد كبير من المغاربة عارفين القصة، عندهم رقم الهاتف ديال إيمان، كنوضعوه في الشاشة، ربطوا بها الاتصال، كيتواصلوا معاه، عارفين هاد المعطيات. ما يهمني أكثر هو إيمان كيفاش كتعيش. واش أنا غنبسط في النقاش، إيمان واش تقدر تمشي للكوزينة؟ إيمان واش تقدر تطيب الفطور ديالها ولا الغداء ديالها ولا العشاء ديالها؟ إيمان إلا بغات تمشي شرف الله وقدركم وقدر المسلمين أجمعين، بغات تمشي المرحاض تقدر تمشي؟ هذه أسئلة كلها كتطرح. ربيعة توفات خلت حبيبة، حبيبة هي القلب النابض إيمان، ولها دور كبير في الحياة اليومية إيمان. كيفاش تبعوا معايا؟ حبيبة دويت أنا وياك في بزاف، ملي كنا كنقلبوا خرجت لينا فاتحة وفاطمة، وتبعتي معايا القصة، كنا كنتفاجئوا في الموضوع. الآن وصلنا للأم البيولوجية، أنت كتكوني ساكنة معها، سمعتي الكلام ديالها مع الأم. الظرفية قبل من الفيديو السابق ملي كانت ديك المكالمات على جوج دقائق وتأزمت ومعطيات أخرى أنا عارفها، كتشدي معها الخاطر. حبيبة عندك بنية مزوجة الله يحفظها لك، وعندك جوج الأولاد، وانتي المسؤولية اللي عندك هو إيمان، مع إيمان 24 ساعة 24 ساعة. إذا كان ممكن تعطيني كيفاش كتعيشي انتي مع إيمان. السلام عليكم. تنشكر أولا بعد المغاربة اللي يساعدوا إيمان وتيواسيوها معايا، أنا بوحدي ما نقدر ندير والو، والمهم تيعيطوا لها في داخل المغرب وخارج المغرب، وخصوصا اللي خارج على المغرب الله يجازيهم بخير وشكرا لهم بزاف. وإيمان كما تتعرف كملي دوات معها الوالدة ديالها تأزمات وبكات، ووصلت لواحد المرحلة اللي وليت أنا خايفة على لا دير في راسها شي حاجة، ولكن بالفضل المغاربة بقات يواسيوها وتيدوي معاها وتيقولها حنا أمهاتك وحنا رجال توما تعيط، وتيقولها حنا اعتبرينا باك اعتبرينا خوتك. إيوا مسكينة ملي عاودت دوات معاها قالت شوية ارتاحت، عاودت اتصال تاني بها ودوات معاها ارتاحت البنت شويه ولات تنعس، ما بقاتش تبات فايقه. والحاله ديالها اش غنقول لك، انا ما كنتش باغا نقول هذا الشيء ولكن غنقوله اليوم. ايمان ما تتنوضش، ايمان اللي ما عطيتهاش تاكل ما تنوضش تاكل، ما تتنوضش الا بغيت نديها المرحاض خصني انا اللي نديها، ما تقدرش تعوم بوحدها، ما تقدرش تمشط، ما تقدر دير حتى شي حاجه بوحدها، خاص شي واحد اللي يكون معاها في الدار. انا اللي بغيت نمشي لداري خاصني حتى 12 تاع الليل حتى كنعرفها نعسات ونطفي الضوا ونسد عليها الباب عاد تنمشي، والصباح تاني غير تنفيق تنوجد الفطور لولادي ونجي لعندها حتى هي نوجد لها الفطور ديالها. ما كاينش اللي يدق عليها الباب، ما كاينش اللي يدفع عليها الباب، مسكينه هي تتعيش بوحدها. كاينه العائله ديال بنت عمي ربيعه، كان كل واحد مديها في شغله وكل واحد بعيد عليها بعاد، وهذا هو اللي انا بغيت نسولك سؤال يقدر يقولوه الناس. انت ربيعه من العائله ديالك، ملي قربت تموت مسكينه ما عطاتك شي وصيه عليها هي؟ شنو قالت لك على ايمان؟ لان هي عينيها، هي فاش مشات وكانوا كيكتبوا لها مسكينه الدار وديك الدويره الصغيره على قد الحال كتبوها لها، يعني هي كتفكر تجي واحد النهار اللي لكل بدايه نهايه، غادي يجي واحد النهار غيكون الفراق، وعطاتك شي وصيه ليها هي حيت عارفه هي الوضع الصحي ديال ايمان؟ لا ما عطاتنيش، انا قلت لك في الفيديو السابق ما كنتش معاها في داك، كنت معاها الجمعه والسبت والحد ما كنتش معاها،
ما كانش يحسب ليش غادي تموت، كانت عيانه هي. مشيت قضيت شي غراض ورجعت في الاثنين، فاش دخلت انا ماتت هي، وقالت لي رجعي مسكينه، قالت لي رجعي بغيت نتكلم معاك، بغيت نقول لك شي كلام. قلت لها صافي، ولكن ما كتبش. ملي جيت لقيتها ماتت، وبقيت نتالم انا من داك ما حيت ما رجعتش دغيا. ملي رجعت لقيتها ماتت ما قالت لي شنو بغات تقول، وانا راه مقابلاها واخا ما تقولش لي، راه ما نقدرش نخليها، ولات وحده مني ما نقدرش نخليها. ولفتي هذا؟ ولفتها السي يوسف. اش غندير؟ ما عندها حد مسكينه. وانا قلت لك انا الا ما دقيتش عليها في الصباح، والا هادشي لبت في داري، ولا تنعس معاها تنبقى معاها. الا مشيت في الصباح، الا جيت في الصباح ما كون ما بتش معاها وجيت في الصباح، تلقاها ديك الحاله زعما تتالم، مسدود عليها الدار، ولا حتى كندخل انايا عاد نصاوب ليها الفطور نتاعها تفطر، وهي ما تتمشاش، ما تقدرش، ما تقدر تصبر، ما تقدر تعوم، ما تقدر دير حتى شي حاجه. ضروري خصني نكون معاها انايا. اللقاء ديالك اللي كان عندك، كان عند الطبيب، الطبيب هو اللي قدر تقريبا عطاها معطيات وشرح ليها وقال لها طلب منها دير شي تحاليل وطلب، شنو النقاش اللي كان ديال ايمان مع الطبيب؟ شنو قالوا بيناتهم وانت كنتي كاينه؟ قال لي هاد الشيء ديالك طويل، خاصه ترويض، وخاصه يتبع معاها مزيان، وطلب منها دير شي راديوات بعدا باش يشوف الحاله ديالها، وعاد من بعد السكاريلات اللي غادي دير. ايوا دابا باقا مسكينه، يلا بدات دابا، ما شا نقول لك. كاين شي امل؟ امل عند الله عز وجل. امل في الله. قال لها ديري هاد الراديوات وجيبيهم نشوف بعدا الحاله كيف كي دايره، وخادم عندها عند السميه ديال الطبيب اللي كان تبع معاه في فين كانت تدوز في موريزكو، وقال لها باش يتبع حتى هو الدوسي من الاول. وقال لها نيت هو في 24 عام ما قدروا يديروا لك حتى شي حاجه، العصب ديالك كلهم مشكرفين، حتى من يديها ما تقدرش تهزها، رجليها صافي واحد الرجل طوات، وحده ما تقدرش تفرق رجليها بحال هكا، ما تقدرش تحلهم. ايوا قال لها يكون خير، يقول لها ديري، قال لها ديري هاد الراديوات جيبيهم ليا ويكون خير، نتبعو معاك ويكون خير ان شاء الله. قال لها ما غاتجيش وديري العمليه من بعد. ايوا هادشي اللي كاين السي يوسف. اش نقول لك؟ الله يسترك في الدنيا وفي الاخره. والله والله العظيم الا ملي كتكوني انت كنحس ديك البنيه انا بالطمانينه، كنطمئن عليها وكنعرفها بخير وعلى خير. الله يسترك والله يحفظك ويحفظ لك وليداتك. مشاهدينا الكرام، هذه هي حقائق ايمان، ولتنوير الراي العام اكثر في الموضوع كنوضع دائما رقم الهاتف ديال التواصل معها بشكل مباشر. المغاربه في المغرب وخارج المغرب، كل شيء مهتم بالقضية إيمان، كل شيء كيتبع المراحل ديالها من الأول حتى الأخير. مشاهدينا الكرام، ربيعة توفات، نابت عليها الأم اللي هي حبيبة، حبيبة كتضحي بالغالي والنفيس من أجل الإيمان، حتى يكتب الله عز وجل أنه يا ربي ترجع لها الصحيحة ديالها وتمشى بحالنا بحالها. مشاهدينا الكرام، القصة ديال الإيمان عدد كبير من المغاربة كيعرفوها، وهنا بغيت نوضع رسالة الفاتحة. فاتحة هذا اجتهاد فقط والله أعلم، تقدر تكون هذه فرصة أعطاها لك رب العالمين أنك تحني في هذه البنية وفق المستطاع. الكلام ديالك مع إيمان عطيتي واحد الإشارة مهمة ما درجتهاش معايا إيمان في الحوار السابق، أنه قلتي لها أنا مستعدة تعرفني وتعرف تشكون لي معايا. هذا كلامك، إذا كان كلامك صحيح وانت واثقة منه، لما لا إن شاء الله بعد اللقاء ديروا هذه الخطوة. الله سبحانه وتعالى كتب ربيعة 26 سنة مع إيمان، ربيعة بغى رب العالمين، خلى حبيبة تقوم مقام ربيعة. هنا دورك، واش هادي ما كتشوفهاش فرصة؟ يقدر الله سبحانه وتعالى يغفر لك ولنا ما تقدم منها الذنوب مثلا او الاخطاء اللي هي متجاوزه، الى عرفتي كيفاش انت تستغفر مولاك. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع قصه ايمان، وهذه هي الرساله واللي كنقولها الاخت فاتحه بكل احترام وتقدير. الرساله ديال قصه ايمان، عدد كبير من المغاربه شوفوا فيها ابعاد ما كناش كنتوقعوها، ولازلنا على تتبع دائما معه.
لانه ماشي مساله الفيديو فاتحه، لا، قصه ايمان متبعه الوضع الصحي ديالها، الاستقرار ديالها، لما لا الا كتب لها رب العالمين وتصح وتولي بخير وعلى خير وتزوج، ونتبعوا القصه ديالها اكثر، لانه قصه ايمان قصه لا تنسى. 26 سنه تفاجئ بسير في 3 ايام من طرف الام اللي رباتها، انا ماشي امك، وهذه ماشي هذا ماشي باك، غيرت لي الدنيا، بانوا ناس اخرين، لا راه يمكن بنتنا ربي سبحانه وتعالى كتب لهم يعرفوا بناتهم، والسبب كانت دائما هي ايمان. هادشي كله تبعوا المغاربه. فاتحه هذه رساله ليك بشكل ودي انساني، انك تهتمي بهذه البنيه لانه انت الام ديالها، لانه حتى السؤال اللي عطاتك قلتي لها انا مأكده انك انت راهي الابنه ديالي. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع قصه ايمان، وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول قضيه ايمان في علاقتها بفاتحه، وكذلك تتبع ديالها في الوضع الصحي. مشاهدينا الكرام، ارجوكم ساعدوا ايمان وفق المستطاع. رقم ديالها كنوضعوا في الشاشة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.